هذا سائل يقول: لي إخوان يأتون السحرة والكهان وقد هجرتهم ولا أتصل بهم إلا إذا جاءني اتصال لا أعرف صاحبه فأرد عليه وأسلم عليهم، هل فعلي هذا صحيح؟ لكن نصحتهم وأمرتهم بترك هذا ولم يمتثلوا؟ إذا كنت نصحتهم وبينت لهم أن هذا لا يجوز وأنه يجب عليهم تركه ولم يمتثلوا فاهجرهم. نعم.